متغير ياما عن زمن، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان، عايش جواك احساسك كل يوم يقل، وتخطي وخطوتك تزل، من كتر ما احبطوك تمل، فنت الادوات بتودع حلم كل يوم، تستفرد بيك الهموم، وكلكم والغربكم والجرح كبير، ما بتديش حاجة اهتمام، اهلا اهلا سلام سلام، بطبعك قلة الكلام وما فيش تفسير. داري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا مكشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشي إلا وفراقه يشوف، كل اللي معاك في الصورة غاب، وطنك والأهل والصحاب، كم واحد ودع وساب من غير أسباب، شايف عنك نظرة حنين، بتحن لمين ولا مين، طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب، مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات، عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش، كان مكتوب نمشي بطريق ونفارق كل ما دشي، اتسرق العمر بالبطيء ورسى على ما فيه. داري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا مكشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشي إلا وفراقه يشوف. داري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا مكشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشي إلا وفراقه يشوف. يعطيك الصحة وائل بن عبد الله، مرحبا بيك، تفضل بحضنا وائل. واحنا مدام وائل جاي من الغادي، عرفت؟ برافو طويلة، أم بتونش منعرف الروسات واش قاعد حضر شاف التحية والجو هذاك. ألوغ باهي، أنا باش خلط الكريب، باش نعمل لكم كريب شوكولا بنان. الله الله، سماخ شيف بالطبيعة، والشوكولا نتاع سماخ شيف، ودرة هاي باش تخدم لي الكريب خاطر ساهلين. فوالا خاطر ساهلين، صحيتك. ما عندها حتى سبب باش تقول لي لا. هي راهي سهلة برشا. ساشي هكايا سماخ شيف سبيسيال كريب، تحطه في سلادي، تقص تحط عليه نص سيتر حليب، وتحط عليه عظمة، وتخلطه بالقدا. مفوح هو حاضر كل شيء. أمور واضحة على الأخر. فهمت. تخلطه مليح، المهم باش ما يقعدش فيه دي غرومو، ما يعملش هو غرومو، خاصه جربته انا قداش من مره، مي حاضر باش فريمون هايله برشا الغوسيت. جست كيلو الحليب وتحطوا له عظمه، ومن بعد تدهنوا القلايه هذيك دره باش تشعل. استنى، هي شعلت هذايا ولا؟ لا مازالت ما شعلتش، تو باش تشعلها مادام انا خلطت. اعطيني عظمه كان تحب، اعطيني من عند مليح. اي ملا، اش قلت لك انا العظم خذ قد ما تحب. هاي كسر عليها. اوكي باهي، بسم الله. فوالا هذيا باتا كريب ديجا حضرت فاطمه. ايوي ما عليها، كان دره تو باش تحط تقليهم. معناها كي تلقى عندك سمارت شيف لك كريب ولا الفودي نتاعها، كل ما تقول لا والله يصعب عليا. تعرف حتى
تصور انا خلطت لك غيب ودوره ما شعلتش الغاز. اي من ما عرفت في الاجواد. تلما سهلت علينا الحكايه ولا دخلت وهم خزر ليه ليه ما فما فيهم حتى معناها ماهيش مكعبره؟ ايه هذاك اللي كان اي فريمون بيك اب وانت بزيت مش عارفه هي مانك حرام عليكم وحده وحده عليا. ميرسي سمارت شيف. ميرسي بوكو بيان سور ميرسي لك انت زاد الشيف فتحيه ميرسي لك انت شطار بشطار دره هاي هاي نعم في الزبده على حليل الكاس. الوغ وائل بن عبد الله مرحبا بك يا ولدي. نقول لك يا ولدي على خاطر صغر برشا صوته اكبر من عمره قال اسمع ما تسالنيش على عمري وين قلت له اول مره نرى راجل يقول ما تقوليش على عمري ما قلتش شم شم أهلا الحمد لله لاباس نحوال كنت جيت صيفت في تونس ولا خاطر ما تعيش في تونس؟ اي نعيش في فرنسا جيت صيفت سنة كما كل تونسي راح تونس. تعيش في فرنسا ولا تقرا في فرنسا؟ نعيش ونقرا في فرنسا زوج معناتها حياتك غادي فوالا انستالي غادي في فرنسا نقرا تخوزيام اني تخادكسيون و فوالا جايبك للفن جيت تصيف ولا جيت تغني ولا جيت والله هذا وهذا فرصة فوالا دونك قلت لكم نعيش غادي وجيت سيف كيما كل تونسي روح لبلادو وبينتو باش نروح كون هايرين اخرين والحمد لله معناها سايتي بالكدا لي فاكونس تو انت قلت لي عمل دي لونغ هكا ولا في فرنسا دونك شنو جايبك للاغنيه؟ اسكو غرام والا قريت موسيقى ومن بعد عملت لونغ ولا كيف؟ والله الاغنيه هو من الاول بدا معايا غرام وما قريتش كونسيرفاتوار لتوا معناها لحد الان مازلت ما قريتش بديت غرام من اللي انا صغير معناها عمري 5 سنين مع الفامين نتلموا نغنيوا هنا نحس روحي اللي بون نغني هاني قاعد نعطي قاعدين يسمعوا فيا بوركوا با وبديت معناها هنا في الغنية بديت نغني معناها اوفيسيلمون 2012 2013 بديت مع لي زولمبياد تورك هنا وين نقولوا دخلت الدومين نتاع تعرفت عليهم في فرنسا ولا كيفاش؟ لي تروب هذا تورك لا لا لي زولمبياد تورك هو هو لو برانسيب تاعو سهل برشا تركيا تستضيف 170 دوله تبع الدول هذوما تبع خمسه ثلاثه اربعه يمثلوها شهر كامل في تركيا ويعملوا ان تورني في تركيا غنيوا بالتركي ونحكيوا لا لونغ تورك وفوالا معناها واخر لي زولمبياد فما دي ميداي تتعطاو فما رتب معناها معناتها في حسب كيفاش يختاروك انت فوالا دونك انا راني اونتر بارونتيز مشيت لفرنسا عامين التالي معناها ما كنتش معناتها ديك بديت لونيفرسيتي قبل كنت في قطر سي حسن وباشا ما كنت ساكن في تونس معناها ومن تونس انا خرجت هنا كاستينغ شون تورك قلت بون نمشيو نجربوا علاش بوركوا با دقيت باب الحمد لله معناها معناتها انت حسب ما فهمت اللونغ اللي تعمل فيها تورك لا دونك وي نعمل انجلي عرب فرونسي تورك فوالا هذاك علاش خاطر صعيب شويه معناها وي وي صعيب شويه مي طونك تحب اللغات وتحب الحاجه اللي تعملها حاجه ما يصعبش عليك دونك مشيت لتركيا فوالا دونك الكاستينغ هذا مشيت فيه وفوالا ما تاكيد تقبل في الكاستينغ يعطيوك عام كامل تقرا لونغ تورك في تونس واخر عام فما ان كونكور تقدم فيه واحسن زوج ثلاثه يمشيو هما يمثلوا تونس ولا اي بلاد معناتها باش تشارك في الاولمبياد هذوما الحمد لله العام الاول كان 2013 وجبت اون ميداي دارجون والعام الثاني 2014 من ميداي دو برونز وكا وبعديك نقلت لقطر مع الفامي وكل تقلبت برشا حاجات معناها ما اما كانت لي دفعه معناتها ما غنيتش معناتها تركي وكهو معناها عندك برشا مثلا تعاود في برشا اغاني في اليوتيوب بالضبط. وعندك شين تو بالضبط وانت زربتني بالوقت خاطر مازال بشوي 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 دونك 2015 خدمت مع قناه الجزيره للاطفال في قطر خدمت في الاستوديو نعملوا لي جينيريك وندبلجوا الكوميكات الصغيرات وزاد عملنا حفلات في قطر. الشخصيه اللي تعملها؟ اللي هي مش شخصيه واحده هما جوست جينيريك ولا دي جينيريك وساعات يعطيوك مثلا يقول لك راهو اتونسيون حاجتنا مثلا هنا بصوت مثلا راجل ولا صوت ولايد صغير ولا صوت يعطيك مثلا كيفاش وانت يزمك تمشي كاغنيه لي سي موجودين برشا ما تو 2014 مثلا حتى لوجت انا في بالي في جيب معايا اليوم ما لقيتش ما تلمون قديم الحكايه دونك كانت اكسبيرونس مزيانه برشا زاد اكدت لي لان نجم نعطي اكثر في الدومين هذا ونجم ناخذ منه زاد كيف كيف وهي هما اللي عطوني زاد الفرصه باش نغني مع تخيو تقسيم في مسرح كتارة في قطر وكانت لي كيف كيف معناها شكون يغني معاهم معناها كانت لي لان الفرصه باش نقف معاهم في مسرح باش نغني مع بعضنا الكل والحمد لله معناها من غادي كيف كيف زاد تحلي باب اخر انا مثلت قطر في اكسبو ميلانو في ايطاليا اكتوبر 2015
والحمد لله كيف كيف وغنيت بالتركي دونك تونسي مثل في قطر في ايطاليا وغني بالتركي هذا مازال على حدينا هذا اللي جيسي هكا تونس ما نجيبك هاو فوالا تونس جايب يعني جبتني هناك الحمد لله للناسيوناليتي دونك فوالا كانت لي كيف كيف هذه اكسبو ميلون 2015 اكسبيرونس مزيان على الاخر انريجيسونت بالنسبه لي عرفتني على برشا ناس قعدت مع برشا ناس تعلم شويه ايطاليان زاد معهم والحمد لله وابارتير من 2016 مشيت لفرنسا وقعدت غادي دونك قرايتي ومن غادي لقيت روحي اكتيف اكثر على لي ريزو سوسيو اللي وليت نعمل لي كوفرز نحطهم على اليوتيوب وعلى الانستغرام وعلى الفيسبوك يا بن عبد الله وبشوي بشويه ناس قاعده تسمع قاعده تبارتاجي فما تفاعل معي مانيش وحدي قاعد نغني فما عبيت قاعده تفاعل معي الحمد لله معناتها اللي عملت نومبر باهي معناتها يتبعوا فيا ويسمعوا فيا وفما ناس كلموني بور دي زيفيمون في تونس وخارج تونس فما دي بروبوزيسيون زاد جاوني من دي بواط دو برودكسيون وحده يسال ويجي وخلوا عملتوا ونقولوا هذا اللي عملناه حتى حافظ واعطاني بروبوزيسيون هذه نخليها في الاخر شنو مشاريعك الجديده شنو تقول لنا هو عنده الحق مسكين من بكري ويستنى دونك لوجيك احفظ وبريك تسالني كذاش نجاوبك سي بون حضرتك حاضر احنا مشكوره زميلتنا بيان سور اميمه الوسلاتي اللي هي اتصلت بيك وجابتك بعدنا في البلاتو يعطيها الصحه ويعطيك انت الصحه زاده يعطيكم انتم الصحه زاده على الفيديو ميرسي بوكو يعيشك وائل توا الاغاني اللي تعمل فيهم في اليوتيوب واللي تعاود تغني فيهم مبسوط وكل شيء ما خممتش اعمل حاجه نتاع وائل والله خممت علاش ما خممتش معناها اما ديما شنو نقول ما نحبش نسبق المراحل انا عبد نتبع سياسه المراحل بشوي بشوي ما نحبش اليوم نخرج نقول طب باش نعمل غنيتي باش نعمل كليبي وحدي ونضحك عليه الناس بعد نو نحب صوتك مش نتاع عبد يضحك عليه الناس الحق عايشك ميرسي ديما فما لازم حد يكون واقف معك تكون اون بواط واقفه وراك حاجه بروفيسيونيل تخدم معك معناتها تكون خدمه كل منظمه مش واحد وحده يعمل فيها ومعناتها ميم با معناتها اللي بزي على الاخر انا باش نقول دومين فن ولا دومين كليبات ولا اغاني خاطر اللي كتبت لنا حل لا لحن تقبل دونك ما نحبش جو ريسك باش خلي الناس تقول شوف شو عمل ولا زرب كي عمل هكا ما حبيتش الحق تاع الماتوريتي ارتستيك معناتها حبيت فوالا دونك صحيت معناتها ينضج شويه بالضبط بالضبط وكل شيء يجي في وقته معناها هذه حاجه جايينها معناتها ان شاء الله اليوم ولا غدوه ومن وليزم في خبز ياكل عجين معناها هذيك مش جاي بشوي بغير يخرب بقل هو الحاجه الباقي هو مازال يحكي تونسي فهمت معناتها عايشه قطر وفرنسا وتغني تركي باش كنت تاثر ما نعرفش الفنانين التوانسة اسكو اتصلت بشكون باش ما نعرفش تتعامل معاه ملحنين والله من حد انا ما اتصلتش وما كلمتش وما عنديش انا اختيست معين هكا معناتها عامل بروجيكسيون عليه بالعكس انا نحب نسمع الناس الكل اللغات الكل من البلدان الكل مش كان من تونس مش كان العرب زاده معناتها اللغات الكل ديما نتفتح ديما نقول تيان كيما باب التركي اللي حليته وكان اللي ناجح الحمد لله برشا ديما نقول علاش ما ندقش باب اخر وعلاش ما نجربش هذا علاش ما نسمعش دونك ما عنديش حد معين عامل بروجيكسيون نسمع برشا الاكثر يا صبر بيه معناتها ياسر نحبو فما سبيقس يا عدد انت شنو راه ما تجيش سبيقس نحبش اسمع صبر امبوسيبل فما مصطفى جيجي لي تركي كيف كيف ما ابراهيم تاكليس اللي يعرفو تركي بتاع سبيقس على تركي وفوالا دونك ما عنديش حد معين ما عندي هكا انا حبيت نقول انت توا كنت في قطر ومشيت لتركيا وتعيش في فرنسا ما مشيتش لي بروغرام هكا نتا كيف سوبر ستار فرنسا والا ولا في تركيا والا في قطر خاطر تبارك الله معناتها في قطر سي ان بو الامارات دونك فما غاديك لي كاستينغ يسيروا تركيا كيف كيف فيها برشا برامج دوما تاع لي ستار الكبار وفرنسا سورتو فرنسا ديرنييرمون فما برشا برامج قاعده تكتشف في المواهب قدمت في بون مش قدمت باش نصلحوا معناتها هما عيطوا كلموني خاطر وبامال دو فام اتصلت لي جينيرالمون لي بروغرام هذوما يعيطوا العباد يبداو على يوتيوب فوالا خاطر كلموني وتعاملوا فما اون ايميسيون تتعدى توا في شين ليبانيز ما نعرفش كان اسمها نجوم بلا حدود كيف كيف كلموني قالوا لي كان تحب تجي ولا لا ما مشيتش انت قلت لي انا قلت لي معناتها عندي قرايتي معناها ما نجمش نسيب وعمناول كيف كيف جاتني فرصه نتاع ذا فويس اللي هما كلموني لما مش نكون معاهم السيزون هذايا وخلطت على اخر نهار كاستينغ في المغرب ديجا قصيدتي كامل فرنسا طول مشيت للمغرب على اساس الكاستينغ وكل يا اخي وتقبلت وكل اما قعدت لاخر لحظه نستنى في تصوير نورمال مش يكون في اوت 2017 واللي انا قلت مش مشكل دونك اون فاكونس معناتها نمشي ونصور 2017 عامنا نحكي على عامنا السيزون اللي تعديت معناها اللي فاتت ابخي بعديك بدلوا الجوري وكل صار تعطيل واخر حتى لاكتوبر
بالضبط غونتخي ما نجمتش نقرا ما نجمتش نمشي. فقلت دي بريوريتي عندي في حياتي بصراحه، معناها انا ماشي لفرنسا خاطر عندي دبلوم، نحب قرايتي قبل كل شيء، معناها بريوريتي وسيرتو حاجه نحبها ما تمشي عامل فيها مكره. دونك قلت لا البرنامج يصبر، اي شانس اخرى باش تصبر وفوالا. ما كيما قلت نتابع سياسه ما راح نحبش نزرب، ناخذ وقتي في كل شيء. شو عن غراند افنير خاطر عارف روحه شنو يحب يعمل صحيتك وعارف مراحل، وانا راني ماشي هكا. وقاعد اذا كان انسان معناتها يسمع في برشا انواع نتاع موسيقى، معناها سي سور باش تلقى عنده رؤيه اخرى للفن ورؤيه اخرى حتى الكلمات اللي نهار اخر باش تغنيهم انت. اكزاكتومون. عندك رؤيه في الكوجينه ولا والله كي تعيش وحدك في فرنسا تولي عندك رؤيه في الكوجينه. طيب وين طيب وين تسويق سي واللي تحب كل شيء مرقه معناها كل شيء. قلت لي فما في تونس كلموك باش تعمل معناتها حاجات هنا مهرجانات ولا كيفاش؟ والله دي زيفينمون كلموني، مش مهرجانات معناها باش نقول مهرجان دولي، دي زيفينمون يصيروا بور لي جون. وكان منهم البارح في نابل مشيت مع يونيفرسال كابون، هي اورغانيزاسيون خيريه المداخل نتاعها كلها للناس المحتاجه معناها في نابل، الغونتخي والصغيرات وكل. دونك عملت ايفينمون مزيان على الاخر وجاوا برشا ناس والحمد لله معناتها كان ناجح بالكدا. وفي انتظار معناها حاجات اخرين ان شاء الله، اللي انا ديما قاعد تخمم في حاجات تعملوا مثلا ولا لا؟ والله لحد الان فما مش ما فماش، اما مش في تونس، فما دوزي ميسيون في لبنان بور لو مومون، فما بوات دو برودكسيون زاده ومازال نستناو معناتها دوزي ميسيون. شنو باش تقدم فيهم معناتها كيما ستارك كلموني بلا حدود هذا اللي قلت لا هذاك سي بون هذاك عاملين الوقت عاملين دو سيور على روحهم هذوك مزوز. لا فما حاجه جديده، دوزي ميسيون جدد دي كونسيبت ما عمرهم ما كانوا عندنا، معناتها شايلينهم جدد ومش كان غني برك ما تمتع غني ولعب وكل شيء معناها ومازوس فوالا توت ان شو ويحبوا برشا من العالم العربي كله كلموني، معناتها مازلت هاني نشوف ان شاء الله ربي يسهل معناها ربي يسهل ربي يسهل وان شاء الله زاد نلقى عندك اغاني نتاع وائل بن عبد الله. بي وائل خليك معنا تقعد معنا في البلاتو، احنا نخرجوا روبورتاج اسمه شنو صار كيما اليوم اللي هو بامضاء زميلتنا مونيا الحرزي. نشوفوا روبورتاج صغير هذا ونرجع. عسلامة ومرحبا بكم في صار كيما اليوم لنهار 3 سبتمبر. في عام 1189 في 3 سبتمبر تم تتويج الملك ريتشارد الأول ملك على إنجلترا في وستمنستر. وفي نفس النهار من عام 1260 وقعت معركة عين جالوت بين المماليك والمغول. وزاد في نفس النهار أما من عام 1683 القوات العثمانية تحقق انتصار كبير في معركة فيينا، المدينة اللي كانت من أهم العواصم الأوروبية. وفي نفس النهار من عام 1939 المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. وفي نفس النهار زاد أما من عام 1967 السياد تعتمد قيادة السيارات على الجنب اليمين من الطريق. وأخيرا في 2012 توفى الممثل الأمريكي مايكل كلارك دانكين. كانت هذه صار كيما اليوم بالنسبة لليوم، استنونا المرة الجاية. هذا صار كيما اليوم ونعاود نذكركم اللي معنا الفنان، نجم نقول فنان والا المغروم بالفن وائل بن عبد الله، ان شاء الله باش يكون عنده شان كبير في تونس. وهو ما بداش من تونس برك، بدا من برا من تونس، دونك في تونس سي لوجيك باش يكون عنده شان كبير. يعطيك الصحه يا وائل اللي تقدم فيه. باش نسمع بعد معاك اغنيه خاصه بك كما حبيبه عندك الفيتير مش فيتير فوالا لاجوندا كولتوريل. وان شاء الله يا وائل عام جاي كان عنا الماتينال سيزون 3 تكون موجود في لاجوندا كولتوريل. ما قبل يا حبيبه منشوله حبيبه فما الصنيفه غادي للدرة. انا نقول لك حاجه فاطمه ما نعرفش منها ولا من سمارتي فون توكا لي كريب طلعوها احنا كوب نخرج ولا بعض. حاجه افونتاج خارق للعاده معناها بارمي دوتر اللي البات ما ترتاحش وتطلع جويده. صحيح. في العاده كي نخلطوا كريب في الدار الباتيز ما ترتاح على الاقل ساعه في الفريغو الا تخدم طول. فريمون سي ان افونتاج. اما ما ريتونيش قبيليكا وانا نعمل نقلبها في الهواء. هادي اكروبات لهنا ما حد ما صوتوش. باهي حبيبه نشوف واش حضرتنا. صباح الفل مره اخرى للناس الكل ومرحبا بكم في اجندا الماتينال، الاجندا اللي تلقاو فيه ليزيفينمون
culturel ou les bons plans pour un bon after work. Donc Lila ليله الاثنين 3 سبتمبر نسهروا مع زياره لسامي النجمي الايفينمون هذايا دونك اللي يحبوا الكبير والصغير ويظهر لي حتى اللي يتبيع على الحصيره نلقاوه في لانفي تياتر دو كارتاج العشرة نتاع الليل. دونك زياره عملت برشا بوز في تونس ويحبوها كما قلت برشا ناس وديما تسكر يتبيعوا فيسا ويعملوا كومبلي. دونك هذايا الايفينمون الليله في لانفي تياتر دو كارتاج زياره لسامي النجمي. بالنسبه للناس اللي تحب تعدي بعد ويكاند وبعد نهار خدمه ورجعنا توا لدوبل سيانس وتحب تعدي نهاير بلوتو ليله هكا كالم شويه وللناس المغرومين بالسينما الفن السابع نجموا تسهروا مع فيلم دونك ميسيون امبوسيبل فول اوت في لاغورا 9:15 نتاع الليل وتنجموا تمشيو كيف كيف على الباج نتاع لاغورا تشوفوا فما افلام اخرين تنجموا تشوفوهم في العشيه. اما بالنسبه للناس اللي ما سهرتش في الويكاند واللي مازالت في كونجي تاخذ كونجي نتاعها مخر شويه وتحب كي الناس يرجعوا دوبل سيانس وما يخرجوا خاطر سورتو اللي في الادارات ومغرومين بالسهريه ويحبوا يسهروا ويروحوا مخر تنجموا تسهروا الليله في اون سواري واكس دونك سواري في الواكس في جامرت. السواري هذيا مع لي دو دي جي تانغال بيتس ودالي فكر من العشره نتاع الليل للاربعه نتاع الصباح. دونك هاكا وعندنا مش بعيد على جامرت في طريق المرسى تريبلكس سواري ريترو سيشن مع فراس سيسي دي جي فراس سيسي. دونك تبدا العشرة نتاع الليل وتوفى فيغ نصف الليل هكاكا. الجمعة هذيا هي جمعة المهرجانات باغ اكسلونس دونك عندنا تخوا فيستيفال اما مش باش يصيروا نهار الاثنين باش يصيروا في وسط الجمعة. انا نقول لكم عليهم بور لي نوتي دون فوز اجندا وباش نرجعوا في وسط الجمعة نقول لكم في كل نهار شنو فما. دونك ليفينمون الاول هو مهرجان شفتوا هنا سي ان فيستيفال دار فيمينيست فن دونك الفن النسوي موجود فيه برشا عروض عروض رقص دونك ورشات كيف كيف نجموا تحضروا وتشاركوا فيها وباش نقول لكم كل نهار ونهار. دونك تصير هذيا من نهار الخميس لنهار من 6 سبتمبر 9 سبتمبر تنجموا تحضروا ليفينمون هذيا موجود في قصر المسرح الوطني بالحلفوي. المهرجان الاخر كيف كيف من 6 ل 9 سبتمبر وهو مهرجان الانترفيرونس مهرجان الضوء سي لو فيستيفال دي لوميير في دي انستالاسيون دو لوميير مهرجان جديد دورته الثانيه السنه. دونك شفتوا هنا كان دورته الرابعه السنه وانترفيرونس دورته الثانيه يصير في المدينه العربي يبدا من 6 ل 9 سبتمبر. حاجتين اخرين قبل ما نوفي وحاجتين اخرين يوما مش مهرجانات والله لا في سامحني لا يسالش مش مشكل درا. دونك مش كاين دي دونك مش كاين دو بون زادريس كولتورال اما زاد دو بون بلان كولتورال. فما حاجه اخرى للناس المغرومه بالفن ويحبوا يدخلوا الميدان الفني فما ان ابيل ا كونديداتور بور ليكول دو لاكتور اللي تصير في المسرح الوطني. دونك توفى نهار 15 سبتمبر ديدلاين للناس المغرومه اللي تحب تولي في دومين دو تياتر موجود في التكوين هذا هو تكوين بلاش على دونك سو لا ديريكسيون دو فاضل جعايبي يصير سو دوسيي تنجموا تمشيوا على الباج نتاع المسرح الوطني تشوفوا شنو لازمكم تبعثوا في الدوسيي نتاعكم وتمشيوا وتصير اون سيليكسيون تعدي وانتروتيان وان شاء الله ربي يوفقكم. دونك للناس المغرومه بالتياتر الفيستيفال الاخر ابيل ا كانديداتور للفنانين ويكون هذايا اخر فيستيفال ابيل ا كانديداتور بور لو فيستيفال تونيسان ليبر. تونيسان ليبر كيف كيف تنجموا تشاركوا في السلام في الرقص في التياتر ديدلاين نتاعو 9 سبتمبر تنجموا تمشيوا على لاباج تونيسان ليبر وتكون اليوم كملت الاجندا الماتينال. يعطيك الصحة فريمون يعطيك الصحة. وينهم بلاش كتاف يمشوا لهم؟ لا بلاش شنو عندك السي في نتاعك؟ شنو خدمت في حياتك؟ تو باس ان انتروتيان وذراك يعلف وذراك يعلف حتى كنت تعرف حبيبه الله غالب عليه يجي عليهاش تسهل لك الروحه فلا انا نحب نقول اي حد عنده ايفينمون كولتورال والا اي حاجه شافها في حومته ولا في بلاده ولا في وين هو يسكن يبعث لنا لي زيماج يبعث لنا لي زانفورماسيون على لي زيفينمون هذم على الباج الماتينال كما العاده واحنا بقدره ربي نعديو اللي تبعثوا هنا. احنا توا وائل نمشيو بعد شافت حيه نشوفوا شنو حضرنا اليوم نهار كامل ومن بعد نسمعوك في غنيه اخرى تركيا عربيه. تركيا عربيه تركيا عربيه باش نسمعوا في التركي يا معلم. جرجن جرجن مع بعضنا. هاي هاي كل هيا قوم هيا بركة هيا شوف الكريب اللي عملتها هيا قوم جينيك خاطبي الرغبي بينا في الجراتا وكل واحد فيش يخطب كل واحد فيش
شافت حياة نبداو من الولاد عليك هذه ولا حد تبيعها؟ بالطبيعة باش قاعدة نزين في الكريب زين كله باش تاكل زين بالسمارتشيف شوكولا سي اون صوص شوكولا بنينة برشا. إذا ما تتعلموا هذا الفول هذا قالك ساكن وحده في فرنسا. سهلة برشا اللي نخدم فيه ساهل ياسر معناها الكريب يهز سمارتشيف معاك يسوفي باش تعمل باش تخدم بال معناها بالكريب سمارتشيف في من 4 ساعة وين عملتها معناها إذا كان نجحت الكريب عملتها درة معناها اللي شريوا عينيكم مغمضين سمارتشيف باش نوريكم وسط الغراتان اللي لازم نقصوا بيان سور باش تعرفوا اللي وسطه مزيان وطيب اوكي اكومباني دون سالاد يجي يخفف شويه حطيت فيها انا السوسيسون الاي نتاع مليحه هذا مخدوم بالعظم مليحه بيان سور فوالا معناها كله دون لا سامبليسيتي عندك ديجا عشاء وديسير شنو نغديوك توتيلا توتيلا معناتها سامحنا مريم التوكابري انا مش اليوم باش نبداو هو يقولي على الغدوه ان شاء الله غدوه ميرسي بوكو شيف فتحيه انا نحب نشكر بيان سور باك ستيج اللي ساهمت في انقاذ ما يمكن انقاذه معناها من شكلي يعطيهم الصحه باك ستيج تلقاها هي سونتر دو كوافور تلقاوها في العوينه نشكر الو اللي سطرتني وشكون نحب نشكر اش عندي انا اخر يا ولدي حاسين باك ستيج في العوينه الو في سكره اللي تلقاو فيها برشا دي جام تاع حوايج نتاع صغار نتاع كبار نتاع رجال حوايج نتاع الصيف مازالوا فما توا وفما زاد نتاع شتا نوفيل كوليكسيون مشكور وائل بن عبد الله مشكورين دره وحبيبه نحب نقول ميرسي لاميمه الوسلاتي زميلتنا المنيا الحرزي ليسر صايم الدهش للناس الكل اللي معانا لي كادغور المخرج الناس الكل يعطيكم الصحه نورشين بيان سور تقتل يا ريت ما نقولوش وادم بيان سور وزميلنا جديد معانا وحكيم المخرج وسيد في الصون ميرسي ليكيب العباد الكل الواقع عندك اسم اخر نقولوا لازم نحبوا نسمعوا توا وائل بن عبد الله نخليوك تسمعنا شو الاغنيه التركيه العربيه هكا شو اسمها؟ الاغنيه العربيه جمالك ما بيخلص سنديك والتركيه ما بعضهم زوزة؟ أظن بلان يصن، أنا أعملهم مع بعضهم. أوكي تفرح. وإحنا شاية طيبة. وإحنا شاية طيبة عشان بدون سامحوني. وحياة الحب اللي بحبه لعينيك كل ما هالقلب دق بفكر فيك بحن وبشتاق للمسة إيديك كتر الجمال بيخوفني عليك جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص انا عطرك بتنفس انت وبس يلي بحس بحبك انت وبس كرمالك روحي بترخص هادي قلبي كبرت شك شو قلبي مقلب عليفيانسن صنالف عليفيانسن بانا كلري كالسن نري الدور وبكسن ورداي بسن وارسن بو سنسيز هالري مي أدن بلن ياسن لقيلي حل شوقي وحنيني منك ما بمل لا انا ولا عيني اليوم وكل يوم طول ما النفس فينا بحبك اضعاف ما انت تحبيني وجمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص انا عطرك بتنفس انت وبس يلي بحس بحبك انت وبس كرمالك روحي بترخص وحياة الحب اللي بحبه لعينيك كل ما هالقلب دق بفكر فيك بحن وبشتاق للمسة ايديك كتر الجمال بخوفني عليك